محاضر للاستدامة، هو أسبوع لزيادة الوعي بمفهوم الاستدامة، وأيضاً لتشجيع أفراد المجتمع بالممارسات اللي تكون صديقة للبيئة. في هالسنة هناك الكثير من الفعاليات البارزة، ما يقارب 300 فعالية. واحدة من أبرز هذه الفعاليات هي تزامن حوار قطر الوطني لتغيير المناخ مع أسبوع قطر للاستدامة، والذي سيقام في أول يومين من شهر أكتوبر. مشاركتنا مع مركز إرثنا في أسبوع قطر للاستدامة هي شراكة استراتيجية حقيقية تسهم في تفعيل المبادرات الشبابية وتسهم في تفعيل السياسة الوطنية للشباب اللي طورتها وزارة الرياضة والشباب، واللي محورها السابع هو محور البيئة. الوزارة هذه السنة شاركت بالأذرع التنفيذية الخاصة بالوزارة، عندنا المراكز الشبابية المنتشرة في كل دولة قطر، وعندنا الأجهزة الشبابية في الأندية الرياضية، زائد في استراتيجية التنمية الثالثة احنا لنا مشاركة كبيرة مع وزارة البيئة والتغيير المناخي في تفعيل دور الشباب من ناحية مناصرة القضايا البيئية. هيئة الأشغال العامة متماشية مع استراتيجية قطر الوطنية، كذلك رؤية قطر 2030 في المحور الأساسي المتعلق بالبيئة. أولت هيئة الأشغال العامة الاهتمام الكبير، وذلك من خلال العديد من المبادرات، وكذلك العديد من المشاركات الفعالة في جميع المنتديات والمؤتمرات الخاصة فيما يتعلق بالبيئة. حصلت هيئة الأشغال العامة العديد من الجوائز العالمية المتعلقة بالبيئة.